لهم عيني شوي. بعدين بديت اتواجه للكنيسه المارونيه اللي انا ابنه وهي صليبي احسن حدا يقول لي مدري مين. انتوا كيف انكم قاعدين تقعدوا بعد رئيس ورئيس على كرسي قدام العالم؟ انتوا الكنيسه المارونيه عم بتغلطوا، ممنوع بعد تقعدوا رئيس ورئيس قدام العالم، هودي اقل العالم. نحن خيب اربع ابنتنا بعد كنتوا بتعملوا بروتوكول بتقعدوا رئيس قدام ومدري مين ورا، هذا كله لازم يسقط. هي مش منطق خيي، الكنيسه لكل الناس، نحن جايين على الكنيسه خيي، جايين نقول له رئيس مئاتي مول معروف عمول اللي لازم منا خيي، في قمضه يمضي وزير المال، مش تجوا تتفاقوا علينا تطلعوا بقرارات ونحكيكم ما بتردوا، تفضل هالعسكر، يعني انا برايي قول لهم عيني فوجئنا العسكر، عم قول لهم هلا المئاتي نايم على 3 مليار ونص وزادت سنه 800 مليون، نحن وين واقفين بالشمس عم نتضارب 700 تابعوا الضغوط على السلطه اللبنانيه لحتى تباشر بالتحقيقات وتمنع هدم الاهراءات يلي هي رمز ومعلم من معالم الجريمه التي حصلت باربعه. وزير المال يمضي القمضه اللي عنده، هلا وزير المال معارض قضيه المال، وزير المال بيتبع للثنائي الشيعي وكلنا بنعرف هالشيء، اذا عنده اوامر من الثنائي الشيعي يطلع يقول للراي العام انا عندي اوامر ما امضي،